بس هلا بالذات هيدي السنه حسينا فيه الفرق. يعني اول شيء بتطلع بكل المحلات بتلاقي كريسمس تري. في إطار السياسات التي تتخذها المملكة العربية السعودية والتطورات التي تجريها وفقاً لرؤية 2030، ها هي اليوم تظهر المملكة بشكل مختلف ومميز، إذ باتت تتماشى مع أعياد جميع الديانات السماوية وتظهر طقوسها إلى العلن. فكيف بدت في عيد الميلاد؟ وفي التفاصيل، رصدت صحيفة أجنبية مظاهر احتفالات عيد الميلاد في السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة، بعد أن سمحت السلطات بنصب شجرة الكريسماس وتعليق الزينة هذا العام بحسب آرتي العربية. هذا وقد أشار المصدر السابق إلى أنها عرضت متاجر في العاصمة الرياض أشجار التنوب الاصطناعية والتي بلغ سعرها 3000 دولار، حيث يستطيع المتسوقون العثور عليها جنبا إلى جنب مع قبعات بابا نويل وأطواق رأس حيوان الرنة. واللافت أيضاً هو أن المطاعم باتت تقدم كعكات عيد الميلاد، وخاصة كعكة البانيتوني الإيطالية التي عادة ما يتم أعدادها في رأس السنة الميلادية. هذا وقد احتوت متاجر الأثاث على عروض لأكاليل الزهور والشموع الحمراء، فيما صممت بعض الفنادق ديكورات بباحاتها الداخلية تتناسب مع الاحتفالات بأعياد الميلاد، ويتضمن جزء كبير منها شجرة كريسمس بحسب آرتي العربية. وبحسب المصدر السابق، فقد كانت السعودية تمنع ممارسة شعائر أي ديانة غير الإسلام في الأماكن العامة، وكان مستشار الحكومة السعودية علي الشهابي قد أعلن منتصف العام الجاري أنه سيتم تشييد كنيسة في المملكة، فيما لم يصدر أي نفي أو تأكيد رسمي من السلطات. وفي السياق، أجرت السعودية في السنوات الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة وإصلاحات اقتصادية يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقد تضمنت العديد من القطاعات والفئات، ولعل من أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات وبدخول ملاعب كرة القدم. تم إعادة فتح دور السينما، كما تم السماح بإقامة حفلات غنائية، وهذا ما يشهده الجمهور في الفترات الأخيرة، ولعل من أبرزها موسم الرياض الذي يقام خلال هذه الفترة. صراحة هذا قرار تاريخي، يعني من زمان احنا ننتظره، وأحس يعني راح يفيدنا. كما أصبحت المتاجر والمطاعم تستقبل الزبائن خلال وقت الصلاة، في تغيير لسياسة سابقة كانت تجبر هذه الأماكن على الإغلاق في هذا الوقت بحسب آرتي العربية.